فضيلة الشيخ، امرأة كبيرة في السن فيها مرض وهو جلطة، نعيذكم بالله وإخواننا المسلمين منها، وهي لها من الأولاد ما يقارب الخمسة، منهم ولدان لا يصليان، فماذا على الأم؟ هل عليها إثم أم على الأب؟ نعم، مسؤولية الأولاد على الأب، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. والشيء الخفي الذي يكون في البيت والأب لا يدري عنه تبلغ الأم به الأب وتبرأ بذلك ذمتها. ولكن المشكل قول السائلة إن لديها ابنين لا يصليان، هذه مشكلة غاية الإشكال. إذا كان لا يصليان لا في المسجد ولا في البيت فهما كافران، إذا كان بالغين عاقلا، لأن ترك الصلاة كفر أكبر مخرج عن الملة والعياذ بالله. ولنا في إثبات ذلك رسالة صغيرة، صغيرة الحجم لكنها كبيرة في المعنى، في بيان الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقوال الصحابة رضي الله عنهم على أن ترك الصلاة بالكلية كفر مخرج عن الملة، يعتبر صاحبه مرتدا إن رجع إلى الإسلام وصلى فهذا المطلوب، وإلا وجب على ولي الأمر قتله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. ولكن لم يسد الله تعالى باب التوبة، فباب التوبة مفتوح، فعلى من ترك الصلاة أن يتوب إلى الله، وما تركه من الصلوات السابقة لا يلزمه قضاءه، لكن يبتدي من جديد ويصلي. والتوبة تهدم ما قبلها كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأرجو من هذه المرأة، بل أرجو من أبي الأولاد، أن نلاحظ هذين الابنين اللذين لا يصليان. نعم.